جميل كلما نظرت إليه، تدهشك زرقته عن بعد، وتشدك ألوان وأشكال تضاريسه كلما اقتربت. بحار وأنهار، جبال وغابات وسهول، تنوع وفر مقومات الحياة لكل المخلوقات التي تعيش على الأرض. استمر هذا الانسجام بين الكوكب وسكانه دون أن يعكره شيء، إلى أن جاءت الثورة الصناعية. أدى انتشار المصانع واستخدام الكهرباء ووسائل النقل الحديثة واعتمادها على الطاقة التقليدية إلى تراكم الغازات الدافئة في الغلاف الجوي، مما زاد من ارتفاع حرارة كوكب الأرض عاماً بعد عام. وكنتيجة لذلك زادت الظواهر المناخية الشديدة مثل موجات الحر والجفاف وكثرة حرائق الغابات وقلة الأراضي الصالحة للزراعة. وفي قطبي الكرة الأرضية زادت وتيرة ذوبان الثلوج، مما أدى لارتفاع مستوى البحر وعرض مدنا كاملة لخطر الغرق. تؤكد دراسات المناخية أنه إذا لم يلتزم العالم بخفض الانبعاثات الكربونية، فإن مدنا كثيرة كنا نتمنى زيارتها والاستمتاع بشواطئها ربما ستختفي خلال العقود المقبلة أو أسرع مما نتوقع. في إندونيسيا تنبأ المجلس القومي للتغير المناخي بإمكانية أن تغمر المياه نصف مناطق العاصمة جاكرتا بحلول عام 2030 بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. المالديف بشواطئها الساحرة والتي يتوافد إليها سياح العالم من كل مكان، أعلنت وزارة البيئة فيها أنها قد تختفي من الخرائط قبل نهاية القرن الحالي إذا استمر ارتفاع منسوب مياه البحر بالمعدل الحالي. وإذا انتقلنا لبقعة جغرافية أخرى على هذا الكوكب، فإن البحر الأبيض المتوسط يتوقع أن يرتفع بمستوى متر واحد في غضون العقود الثلاثة المقبلة، ليصبح ثلث مدينة كالإسكندرية تحت الماء أو غير صالح للسكن بحلول عام 2050. مدن أخرى كأمستردام وشنغهاي وكالكوتا في الهند وأغلب مدن العالم الساحلية تواجه نفس المصير. الخطر كبير والتهديد حقيقي، والحل كما يقول الخبراء ينبغي أن يبدأ اليوم قبل الغد لإنقاذ هذا الكوكب الذي لطالما كان جميلاً.